بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض section 3.7، نتكلم على user defined function. احنا لحد الجزئية اللي فاتت كنا يا إما بنكتب ال command directly على ال prompt اللي قدامنا، أو عندنا script وبنحط فيه ال commands اللي احنا عايزينها، اللي هي المفروض دي ال instructions بتاعة ال code اللي عايزين ننفذه. النهاردة بننتقل لجزئية إن لو أنا عندي بروجرام كبير، وده غالبا اللي بيحصل يعني، أو حتى لو إحنا عايزين ننظم البرنامج بتاعنا بحيث إن إحنا نقسمه لأجزاء، وكل جزء بيقوم بفانكشن معينة أو بيقوم بوظيفة معينة، أو أنا كاتب الكام سطر دول عشان الهدف منهم يحققوا حسبة أو جزئية من الكود بتاعي. دي أنا ممكن أفصلها لوحدها واكتبها في سكريبت لوحدها، او احطها يعني في فانكشن بنسميها ان احنا بنعمل دلوقتي حاجه اسمها user defined function. يعني انا كيوزر، انا كمستخدم للماتلاب، انا عايز اعرف فانكشن بتاعتي انا، مش الفانكشنز اللي هي بيلد ان زي اللي بتحسب الماكسيمم والمينيمم والكلام اللي احنا شفناه. لا، احنا عايزين نعمل فانكشن تخصنا احنا، نعرفها ونديها الاسم بتاعها ونحط جواها الكود بتاعها، وكل ما نعوز نستخدمها نستدعيها عادي او نعملها كول، نكتب اسمها ونبتدي نقول ننفذها على المتغيرات اللي احنا عايزينها دلوقتي. يعني بدل ما بنتكلم على ان في بلت ان فانكشنز زي مثلا كنا بنحسب بيها الساين او بنجيب الابسولوت فاليو، الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده اللي احنا قلنا ان دي موجوده اوريدي مع الماتلاب زي لايبرري كده، موجود فيها فانكشنز اللي الناس بتستخدمها كتير، فالكود بتاعها موجود واحنا مجرد كنا بنكتب اسمها ونستخدمها، وده اللي كنا بنسميه الكولينج. النهارده بنقول في الجزئيه دي في السكشن ده انا هبتدي انا اعرف الفانكشنز بتاعتي، عشان كده بيسموها يوزر ديفايند فانكشن، اللي هي ريتيرن سنجل فاليو، يعني المفروض انها فانكشن بتحسب حسبه، والحسبه دي بتطلع بقيمه في الاخر. القيمه دي السنجل فاليو دي انا هرجع بيها ك فاليو موجوده عندي في البروجرام، وابتدي اكمل بقيه الكود بتاعي عادي. ففي السكشن ده هنشوف نعمل ده ازاي. يعني هو في الأول بس هنا بيراجع شوية حاجات كده تخص الفانكشنز، مثلا البنت ان لما كنا بنقول لينس على فيكتور فكان بيديني عدد العناصر اللي فيه، لما كنت بستخدم البرنت اف عند البرومبت واحط هنا البرسنتج ومكان وراها الدي علشان هو من نوع ديسمال، واكتب هنا كل الفانكشن فكان بيروح ينفذها لي. ده اللي احنا كنا بنقول عليه انه كول. يعني لينس دي اوريدي كانت بلت ان فانكشن وانا كنت بعمل لها كول، بستدعيها بقول له دلوقتي انا عايز انفذ الفانكشن اللي عندك دي، بس دلوقتي انا عايز انفذها على البارامتر او الفاريبل اللي اسمه فيك، فكان ده بيبتدي يديني النتيجة بتاعة تنفيذ الكود اللي هو الفانكشن اللي اسمها لينس. فاللي احنا بنقول عليه لينس دي، او كون ان انا اكتبها هنا في assignment او اكتبها جوه برنت اف، مجرد ان انا بكتب اسم الفانكشن وبين قوسين بكتب الاكتوال بارامتر بقى، يعني الفاريبل الفعل اللي انا عايز انفذ عليه الفانكشن دي، فده اللي بنسميه الفانكشن كول. اللي ما بين قوسين ده كنا بنسميه الارجمنت، ويبقى الكنترول بتاعي بدل ما كان ماشي السيكونس على الجمل اللي موجودة عندي هنا بيبتدي يروح يتنقل للكود بتاع الفانكشن اللي انا كتبت اسمها هنا دي، يشوف ايه الانستراكشنز اللي كان جواها يبتدي ينفذها، ولما يوصل لاخرها يبتدي يرجع لي بالقيمة. فالكلام ده احنا نفذناه على البيلت ان فانكشن، النهارده هننفذه برضو بس على الفانكشنز اللي احنا هنعرفها. فعلينا بقى ان احنا نتعلم ازاي نعرف فانكشن بتاعتنا. عندنا different way to organize ال scripts وال function. يعني ممكن ان احنا نعمل script واحد ونحط فيه ال main code بتاعنا اللي هو الكود الاساسي اللي احنا هننفذه، ونحط جواه ال call functions اللي احنا عايزينها، وبعدها وراها نبتدي نحط ال body بتاع كل function. body دي نقصد بيها ال instructions او ال statements اللي جوه ال function نفسها. فبنكتب كل فانكشن بنديها العنوان بتاعها باسمها بالبارامترز بتاعتها، ونبتدي ايه البدايه والنهايه بتاعتها، وجواها الايه الانستراكشنز اللي خاصه بالفانكشن دي. بس دي طريقه. وفي طريقه تانية اللي انا الحقيقه بفضلها، ان كل فانكشن تبقى ليها سكريبت منفصل، وكتنظيم او شكل افضل، يعني ما يبقاش الكود ورا بعض، وما عاوز انهي فانكشن ابتدي على طول اروح للسكريبت اللي هو
بنخزنه او بنحطه بنفس اسم الفانكشن بتاعتنا، فبيبقى واضح انا لما بعوز ارجع لكود بتاع فانكشن معينه اعدل فيه او حاجه، بروح للسكريبت اللي انا حاطط فيه الفانكشن دي. الفانكشن فايلز بتاعتي بتبقى الاكستنشن بتاعتها عادي دوت ام زيها زي بقيه الحاجات اللي بالماتلاب. فهو هنا بيقول لنا ممكن اتحرك عادي بالاسهم وابتدي اجيب ال new script واحط ال function بتاعتي في ال script الجديد ده. المهم بقى ال function لما نيجي نعرفها بتبقى ازاي. احنا بنقول ان عايزين نعمل function اللي هي return a single result، لان في الحقيقة ال function مينفعش اقول return لأكثر من value. يعني مثلا لو عايزين نحسب حسبة، والحسبة دي المفروض ال output بتاعها كذا قيمة، فده ما بتبقاش اسمها function. بنروح بقى نعمل طريقة تانية ان احنا ندخل كذا قيمة دي من ضمن ال argument list ونحسبها جوه ونرجع بيها. لكن لو انا هرجع بقيمة واحدة single result، يبقى على طول ببتدي اعرف ال function بتاعتي اللي هي زي ما بنقول user defined function with returning a single value أو single result. أول حاجة بنكتبها بنسميها ال function header، اللي هو العنوان بتاع الفايل، ايه الفانكشن اللي احنا بنعرفه ده اول سطر عندنا في الفانكشن. بنكتبه ازاي؟ بنبدا بالريزيرفد وورد اللي هي فانكشن، يعني بنكتب كلمه فانكشن نفس الحروف اللي احنا شايفينها دي. وبعدها بنحط ال كمان بنحدد النيم بتاع الاوتبوت فانكشن followed by ال assignment operator. يعني هبتدي اكتب انا دلوقتي اتفقت ان الفانكشن دي هترجع قيمه، فيبقى القيمه اللي هترجع معايا دي لازم احافظ عليها احطها فين. فيبقى لازم في فاريبل عندي انا هحط فيه الفاليو دي، فدي بنعملها بالاساينمنت اوبريتور اللي احنا دربنا عليه قبل كده. ويبقى عارفين ان في الليفت هاند سايد بيبقى في عندي اسم الفاريبل بتاعي، بس هيبقى على الرايت هاند سايد اسم الفانكشن اللي انا بستغيرها. فده بنقول ال output argument بتاعي أو الحاجة اللي أنا هطلع فيها ال output بتاع ال function بتاعتي دي وهحطها فيه هنكتبها، وبعدين نكتب equal، وبعدين ال اسم ال function نكمل. ده في ال إيه في الشكل بتاع ال code أو ال إن إحنا نقول إزاي نحافظ على ال output بتاعنا. فده اللي بنسميه ال return أو الحاجة اللي هيرجع بيها ال function بتاعتي ك result. وهتلاقونا دايما الفانكشن اللي هي return value بيبقى فيه عندي جملة بتوضح لي ايه هو الفاليو دي وهرجعها ازاي. طيب الفانكشن نفسها لو هي عشان تتنفذ بتتنفذ على arguments معينة، يعني زي ما كان قبل كده بنقول مثلا sum بتاخد اكس وواي عشان تجمع لي القيمين. لو انا عايز اعمل function تعمل تحسب رقمين تجمع رقمين، يبقى انا دي كنت بقول اكس وواي دول هما الانبوت ارجمنتس بتوعي، او الفانكشن دي عشان تطلع لي نتيجة الجمع لازم تاخد مني الرقمين اللي انا عايزها تجمعهم. فدول بنسميهم احنا الانبوت ارجمنتس، وبنحطهم ما بين قوسين بعد اسم الفانكشن. فيبقى عرفنا دلوقتي ان احنا عندنا في الفانكشن هيدر اسم الفانكشن نفسها والريزيرفد وورد اللي هي كلمة فانكشن، وكمان في عندنا قوسين مدورين وبنحط جواهم الـ input arguments اللي هي بنقول عليها أسماء المتغيرات اللي الـ function دي المفروض من جوه الـ function الكود بتاعي هيستخدمهم عشان يقدر يحسب الحسبة اللي أنا عايزها ويطلع لي الـ output اللي أنا عايزه. بعد كده بنكتب البودي نفسه بتاع الـ function، يعني إيه الجمل الـ statements اللي إحنا عايزينها إنها تتنفذ عشان تقدر تحسب لي الـ output argument بتاعي دوت. وطبعا بنحط البيجن والاند عشان نبين البداية والنهاية بتاعة الفانكشن نفسها. يعني مثلا لو بصينا هنا على اللي موجود عندي في البوكس هنا، يبقى ادي الريزيرفد وورد اللي اسمها فانكشن، وادي الاوتبوت ارجمنت احنا بنديله مسمى، وهنا بيقول لي ان ده المكان بتاع الاوتبوت ارجمنت. وبعدين بعدها بكتب بيساوي، وبعدين بعدها بكتب اسم الفانكشن اللي انا دلوقتي عايز اعرفها الفانكشن بتاعتي، وما بين قوسين هحط الايه الانبوت ارجمنت.
ويفضل كالمعتاد ان احنا نحط الكومنت اللي توضح لي الفانكشن دي بتعمل ايه، البرسنتج بتاعتنا، ونكتب وراها جملة بسيطة كده مختصرة توضح لي الدنيا نقصد ايه بالفانكشن دي، عشان مع الاكواد الكبيرة مع الوقت بنبتدي ننسى الفانكشن دي كانت بتحسب ايه، خصوصا لو كنا يعني بعدنا عن الموضوع شوية او كنا مستخدمين رموز مختصرة او بننسى بقى. زي فاكرة سلسبيل، انا من الناس اللي لما ببعد عن الكود مش ايدي فيه ممكن انسى الفانكشن دي اللي كانت بتحسب ايه. فيبقى الافضل ان احنا نبقى حاطين كومنت هنا ان ايه ديسكرايب ان الفانكشن دي والله اللي هي بتعمل كذا كذا، وزي ما اتفقنا الكلام اللي بنتكتب هنا ده عادي بالانجلش عادي خالص ملوش دعوه بالكود، يعني ما تقولش حاجه هتتنفذ، ده مجرد كاني بكتب كده ايه ملحوظه ليا كانه هامش ليا كده كاتب فيه جمله بتشرح الفانكشن دي ايه. طيب اللي احنا شايفينه فوق ده اول سطر، ده بنسميه الفانكشن هيدر، ريزيرفد وورد فانكشن، الاوتبوت ارجمنت بتاعي اسمه ايه وبعدين يساوي وبعدين اسم الفانكشن، انا اخترت الاسم ايه بنفس القواعد بتاعه الايدنتيفايرز اللي قلناها قبل كده، وقوسين مدورين، وجواه نحط بقى الليست اوف ارجمنتس اللي احنا عايزينها اللي هي الانبوتس بتاعتنا، زي ما في الماس عندكم بتقولوا اف ما بين قوسين اكس وواي، فيبقى الاكس وواي دول انتوا عارفين دي الارجمنتس بتاعه الفانكشن دي، نفس القصه هنحطها هنا. بس هنضيف حتة صغيرة بقى في البرمجة، إن أنا بقى بقول مع اسم البارامتر بتاعي بقول نوعه إيه، يعني هو انتجر ولا فلوت ولا كاركتر ولا إيه. بعد ما عملنا الهيدر دوت بنحط بقى الجمل اللي إحنا عايزين ننفذها، نفس الجمل العادية اللي اتعودنا عليها في الماتلاب على حسب إحنا عايزين ننفذ إيه بالظبط. والمفروض إن جواهم مادام دي فانكشن أنا عرفتها يبقى لازم في جملة منهم بتحط الفاليو اللي احنا عايزين نحسبها في الاوتبوت ارجمنت بتاعي ده اللي انا كتبت اسمه هنا، لازم تبقى في جملة هنا بتحسب قيمته ايه. خلصنا الفانكشن بنكتب اند بتاعتنا، الاند هنا دي ريكومنت بيقول ان دي اند اوف الفانكشن، احنا بنكتب كلمة اند. ناخد كده اكزامبل كالكوليت اريا، وهنا بيعمل اكزامبل مسمي عرف فانكشن، كتب فانكشن اهو عرفني ان انا دلوقتي هعرفك فانكشن جديدة بتاعتي انا، وراها كتب اريا عرفنا ان معناها ان الفانكشن دي هتحسب حسبة والحسبة اللي هطلعها هتبقى في المتغير اللي اسمه اريا، وبعدين الايكوال واسم الفانكشن هو سماها كالك اريا اللي هي اختصار لي كالكوليتر الاريا، عايزه يحسب الاريا بتاعة السيركل. كنا قلنا قبل كده عشان نحسب الاريا بتاعة السيركل على الأقل لازم يبقى عارف الريديوس بتاعها ايه، يبقى between arcs هنا هو كتب لي اهو ال r اي دي على اساس انه يقصد ان ده ال radius، او اتفقنا دي كلها مسميات انتي كبروجرامر بتختار الايه الاسم اللي يريح. فده كده اسم ده اسم ده اسم بس ده اسم الاوتبوت argument يعني اللي هحسب فيه الاريا حاجة اللي هيرجع بيها الفانكشن. لما اجي استدعي الكالك اريا دي اللي هي اسم الفانكشن بتاعتي اعملها كول بعد كده في اي جزء تاني، حابة عارف ان الريزلت اللي طلعت دي اللي هي كانت المفروض انا حاسبها هو هنا في الاريا، اللي ما بين قوسين هنا ده المفروض الانبوت ارجمنت بتاعي، يعني لو انا استخدمت كالك اريا دي في سكريبت تاني يبقى المفروض ده كده كنت انا عامل له فاليو، يعني يا اما اديت له فاليو اساينمنت او عملت له قريته بشكل ما دخلته يعني بطريقة ما عشان يبقى ليه قيمة لما اجي اكتب اسمه هنا يبقى فيه رقم يقدر يحسب عليه. هو هنا حط الكومنت بتاعي ان دي الكالك اريا دي اقصد بيها كالكوليتر اريا اوف ذا سيركل، واداني كمان اتنين كومنت انه انا لازم ريتيرن الفانكشن دي هتبقى الفورمات بتاع الكول بتاعها لما تيجي تستدعيها هتكتب لي اسم الفانكشن وما بين قوسين اسم الفاريبل اللي انت عايزه وليكن ريديوس، طبعا دي حاجه اوبشنال يعني مش لازم نكتبها، وان الريتيرن هنا هيبقى ريتيرن للاريا. يعني في الحقيقه الاتنين دول مفهومين من شرح اي ايه اي فانكشن، انا لما هبص هنا ولاقي ان انا انت كاتب اريا هنا فبقى عارف ان الريتيرن للاريا، كاتبين رد هنا يبقى عارفين ان الايه الفورمات واسم الفانكشن، طبعا يبقى الفورمات بتاع الكون بكتب اسم الفانكشن وما بين قوسين بحط اسم الفاريبل اللي هيماتش مع البارامتر اللي هنا. احنا اللي بنسميه هنا ده بنسميه فورمال، يعني انا شكليا كده في الاول بقول ان اي فانكشن تحسب لي اريا لاي سيركل هتاخد معايا
بارامتر واحد اللي هو انا عارف انه مناظر للريدجز، لكن لما نيجي نعمل كور بنسمي اللي ما بين قوسين ده هنا الاكتوال بارامتر. يعني انا لما اجي هنفذ فعلا بقى الفانكشن دي المره دي انا هنفذها مين، زي ما مثلا في المثال هنا هينفذها على المتغير اللي اسمه ريدجز، مره تانية ممكن اعمل كول واحط متغير تاني باسم تاني. لما بنيجي نعمل كول فانكشن على طول بيحصل سبستيتيوشن، اللي انت كاتبينه هنا ده هو ده اللي هيتعوض مكان هنا في البادي بتاع الفانكشن. فين البادي بقى؟ عندنا في الفانكشن دي سيمبل خالص، البادي بتاعها سطر واحد، وادي الاند اهي نهايته. سطر واحد ده بيعمل ايه؟ بيحسب لي الفاليو بتاعة الاريا اللي انا هنا قلت دي الاوتبوت ارجمنت، بيقول الاريا بتساوي، وبيحط الايكويشن بتاعة الاريا اللي هي باي في الريديوس والريديوس. الريديوس اللي احنا داخلين بيه سميناه راد هنا، كتبه طبعا في الايكويشن بتاعتنا دي. كده مش هتتنفذ الا لما اعملها كول. انا مجرد كاني كده عملت جزء خاص بيا، فانكشن جديده تخصني، سميتها كال اريا، وعرفت ان دي بتحسب لي الاريا بتاعت السيركل، وعرفت ان هي بتاخد مني انبوت ارجمنت واحد اللي هو مناظر للريديوس، وبتطلع الاوتبوت فاليو بتاعتنا اللي هي المساحه بتاعت الدايره بتاعتي. فلما باجي اعمل كول وابتدي احط هنا اسم فاريبل حقيقي المكان ده، ده اللي بنسميه الباسنج للفانكشن بتاع الانبوت ارجمنت، القيمه الفعليه بتاعته ايه. فبالتالي هو بيشوف الفاليو اللي متخزنه هنا بكام، يبتدي يحسب او ينفذ يعني الستيتمنتس اللي عندنا اللي جوه السب كود بتاعنا او الفانكشن بتاعتنا اللي هي بتحسب الاريا اللي اسمها كالك اريا، ويبتدي يشوف الحسبه طلعت ايه، الاريا طلعت كام، هي تبقى هي دي اللي طالعه لي في الاوتبوت في الكول اللي احنا مستخدمين. يبقى لحد دلوقتي عرفنا ان اليوزر ديفايند فانكشن، دي فانكشنز احنا بنعرفها براحتنا على حسب ما احنا عايزين الكود بتاعنا فيها ايه، بيبقى ليها اسمها، ليها الانبوت ارجمنت، ليها الاوتبوت ارجمنت، اللي بيبقى محدد لي الريتيرن فاليو اللي انا هحسبه. وجوه الكود ما بين الفانكشن هيدر اللي احنا حطيناه وما بين الاند بنبتدي نحط الستيتمنتس بتاعتنا اللي لازم يبقى جواها واحدة منهم بتحسب لي الاوتبوت ارجمنت ده بيساوي ايه بالظبط. لحد كده في اي سؤال؟ لا يا دكتور. طيب انا هشوف الفانكشن دي ازاي وتنفيذها ازاي. ابتدوا احنا عايزين نشوف الكود نفسه، يعني عايز ان هو يتبعهولي او يكتبهولي يعمل له تايبنج. فعندنا ممكن نروح على الكوماند ويندو ونستخدم الامر الكوماند بتاعنا تايب، ووراها اسم الفانكشن. هنا انا بكتب اسم الفانكشن بس، هيبتدي هو يكتب لي الحاجة اللي كانت جواها يعني بكل تفاصيل من الأول للآخر. لكن أنا بفضل إن إحنا إيه يعني عندنا السكريبت بتاعنا نفتحه، يعني ما ده فايل وإحنا مسميينه ومخزنين جوه الفانكشن، يبقى إيه نبص عليه، نفتحه ونبص عليه ونشوف الكود. إحنا طبعا غالبا بنستخدم الحكاية دي كتير، يعني بنفتح الفانكشن ونشوف اللي جواه إيه، نعدل عليه. طبعا هي موجودة ان انا اعمل تايب والسكريبت، بس يبقى ممكن افتح الفايل وابتدي اشوف الكونتنت بتاعته دي. يبقى دلوقتي عرفنا يعني ايه فانكشن و user defined function وازاي نكتبها. فاضل ان احنا ازاي بقى نشغلها، ننفذها ازاي، لا كولينج قلنا زي ما كنا بنقول لينس على الفيكتور كان بيديني طول الفيكتور. هنا اما هاجي عند البرومبت واقول له كالكيريا وما بين قوسين بقى احط له هنا الفاليو، دي بقى الاكتوال بارامتر بتاعي. انا هنا هحط الفاليو على طول، لو قلت كالك اريا على 4 معناها انه هيروح ايه يعوض في مكان الراد ده اللي هو الفورمال بارامتر بتاعي اللي كان نقصد بيه الريديوس، هيحطه ب4 وينفذ الايكويجن ويبتدي يحسب لي الاريا ويطلع لي الانسر بتاعي اللي هو الباي في الرقم ده ايه مرتين.
فيبقى زي اي كول للفانكشن عادي زي ما احنا متعودين، نكتب اسم الفانكشن ونفتح القوسين ونكتب جواها القيم اللي احنا عايزين ننفذها. ممكن برضو اعمل لها كول فور اسايمنت ستيتمنت، يعني ممكن اقول له ايه بتساوي وكانت اريا على الرقم، هيطلع لي هنا الاوتبوت ريزلت بتاعي في اريا بتساوي والايه والفاليو. الفرق ما بين دي ودي ان انا هنا طلعت الرقم وخلاص ما حافظتش عليه، لكن هنا انا خزنته في فاريبل عندي اسمه اريا. لو جيت بعد شويه وقلت اريا هيديني ايه القيمه، لان هو يعني عامل لها ستور خزنها. هنا ده كولينج تاني، ماي اريا بتساوي وكالك اريا على 6، يبقى اعرف هو فاريبل تاني حسب الاريا مره تانيه على ريديوس تاني. ودي ميزه الفانكشن، ان انا الكود بتاعي انا عملته مره واحده، لكن ممكن اعمل له كول كتير جدا وكل مره انفذه على بارامترز انبوت بارامترز مختلفة يطلع لي نتيجة مختلفة. يعني هنا هو لما بيقول كالكوليت على الفاليو بتاعتنا 4 غير 5 غير 6، وفي كل مرة بيطلع لي نتيجة مختلفة لأنه بيعوض في الريديوس بطريقة مختلفة. وزي ما اتفقنا برضو ممكن نعمل الكول بتاعنا جوه برنت اف زي ما احنا شايفين هنا، ونحطها في مكانها هنا، هيحسبها والناتج اللي طلع بيه هيحطه في الايه في المكان ده. فاكرين العلامة دي مقصود بيها ايه؟ اللي هي percentage rule point 1f. احنا اف الأول دي باختصار لإيه؟ الفلوت، وفلوت يعني رقم في كسر، والريال نمبر في عندي هول نمبر وفراكشن نمبر زي كده. ولو انا عملت برسنتج اف وقلت على طول نغير الجزء ده هتلاقي النتيجة بتطلع لي بأربع أماكن في الديسمال. طب لو احنا عايزين نختصرها وعايزينها تبقى مكان واحد بعد الديسمال بوينت، فبنيجي هنا نقول بوينت وان، يعني معناها ان بعد الاي الديسيمال بوينت يطلع لي بس رقم واحد. عايزين يطلع رقمين يبقى نكتب له بوينت تو. دي بس فورماتنج للايه للبرنتنج، ملهاش دعوه بالفانكشن دلوقتي. بس انا قلت اشوفكم فاكرين ولا ايه، ولقيت ناسيين. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو البالت ان فانكشن، او سوري اليوزر ديفايند فانكشن. احنا لحد دلوقتي هو بيوريني انه الفانكشن بتاعتي لما هاجي اعمل لها كولينج على بارامترز مختلفة هيطلع النتائج بتاعتنا مختلفة، واكتر من طريقة اللي انا ممكن ايه اعمل بيها الكولينج. طبعا لازم الكولينج يبقى بنفس الايه نيم الفانكشن، هي هي مفيش اي حروف ناقصة. عدد البارامترز اللي ما بين قوسين يبقى هم نفسهم، يعني لو انا عاملها بارامتر واحد يبقى انا هعمل كول على فاليو واحدة. اللي احنا عملناه كول هنا كان على البرومبت. طيب هل انا ممكن في جوه سكريبت اعمل كل فانكشن تانية؟ اه يعني انا ممكن، وده اللي غالبا بنعمله في البرامج الكبيرة. بقى انا ابتدي بعد ما عملت الكود بتاعي بعمله في السكريبت لوحده اهو، مخزنه ونسميه هنا سيركل كول اف ام اف ام، وقايل ان السكريبت ده عشان يكالكوليت تبقى كل الحاجات اللي قدامها برسنتج دي قلنا دي كومن. هو الاساس الكود بتاعي هنا انه قال لي الفيديوس ايكوال input ما بين قوسين please enter the radius، ودي input statement عادية هتطلع لي الجملة دي وتاخد مني رقم بخزنه في variable اللي اسمه radius. وبعدها هنا هيقول لي area equal calc area of radius. انا هو الكول بتاعي اهو، عملت كل الفانكشن جوه سكريبت تاني بدل ما اعملها على الكمبيوتر بره. يبقى انا دلوقتي ادي البروجرام بتاعي المين بروجرام، حطيت بقول له دخل لي القيمه بتاعت نص القوس بتاعنا او الريديوس بتاعنا، وبعدين قلت له استدعي الفانكشن اللي هي بتحسب لي الاريا وما بين قوسين خد بقى الريديوس اللي انا قريته ده وتنفذ عليه.
والناتج بتاعنا نحطه في ايه، في الفاريبل اللي اسمه area، وبعدين برنت اف والradius وبرنت اف للاريا. ده كود كامل هنا لما نيجي نستخدم نعمله execute ونكتب اسمه هنا، هيبتدي يديني اول جملة دي اللي هي beat into the radius، ويستنى لما اديله رقم مثلا اديته 5، هيبتدي يقول لي هيطلع لي for a circle with radius of، يحط مكان هنا، المكان هنا هيحط radius 5، وقلت له point فراح حاطط 2 0 اللي بعد الديسيمال بوينت. بعدها هيطبع الجملة التانية the area is، ويكتب الحاجة اللي هو حسبها هنا لما عوض عن ال radius ب 5. يبقى دلوقتي عرفنا ان ال user defined function دي انا ممكن اعملها calling جوه script تاني، ويبقى البروجرام بتاعي موجود عندي السكريبت الرئيسي وجواه كل فانكشن تانية. الفانكشن دي أنا ممكن أحطها في نفس السكريبت بس في الآخر، وممكن أحطها في سكريبت تاني وأعمل له سيف باسم الفانكشن. يبقى كسيمبل بروجرام هنا هو بيقول مثلا إن هو عايز يحسب السكريبت هنا في الكولينج الفانكشن. في الـ previous example احنا عملنا program وسميناه الـ circle call function، واستخدمنا جواه calling الـ function اللي اسمها calc area. الـ simple program ده المفروض انه بيتكون من الـ script اللي فيه الـ call function اللي حسبت لي الـ value. بص كده على الفيجر، يعني هو بيوريني كأني أنا عندي كاسكوب، يعني لو عايز أشوف حدود الدنيا الرؤية بتاعتي ازاي. أنا جيت في السكريبت الأساسي بتاعي وجيت عملت الانبوت، وبعدين عملت كل الفانكشن اللي هتحسب وجبت الريزلت وطبعتها. لما بعمل كول هنا، لما باجي أمشي البرنامج بتاعي، هينفذ أول جملة، يجي عند الكول هيروح للفانكشن نفسها، يبتدي يبص على اللي جواها، يحسب اللي جواها، والأوتبوت اللي طالع هيبتدي يرجع بيه هنا في الإيه، في الجملة بتاعة الفانكشن دي، يحطه في الفاريبل اللي احنا مستخدمينه قبل اليساوي، وبعديها هيكمل بقية الكود عندي. ده الـ general form بتاع أي simple program عندنا. وطبعا ممكن إن احنا نعمل كل أكتر من إيه، من function، وممكن جوه الـ function دي نفسها نعمل كل function تانية حسب ما رؤيتكم كـ programming، انتوا عايزين تنظموا البرنامج بالشكل ازاي. دي function هنا الكون فوليوم سماها اهو، وده زي ما اتفقنا الاكستنشن بتاعنا ام عشان دي في النوت ليه. ادي الريزيبت اوت فانكشن، وادي الاوتبوت ارجمنت بتاعي سماه اوت ارجو وايكوال، واسم الفانكشن بتاعتي اللي هي الكون وول. وده عشان احسب الفوليوم بتاع الكون محتاج لاتنين برامتر اللي هو الريديوس والهايت. فيبقى ما بين قوسين كتبت ايه اسمهم هما الاتنين، الريديوس والهايت، وحط لي الكومنت بتاعتنا ان انت هنا هتحسب الفوليوم بتاع الفون وهترجع الفوليوم. الجملة الأساسية بتاعتنا اللي هتتنفذ هنا ان في variable اللي هو الـ output argument بتاعي اللي اسمه out arg، هيبقى بيساوي الحسبة بتاعتنا ان احنا هنجيب الباي نقسمها على 3، نضربها في الريديوس ونرفعها raise power 2 ونضربها في الهايت. ده القانون او الفورمولا اللي بتحسب لي الفوليوم بتاع الكون. الفانكشن عندي هنا فيه تو values passed في الفانكشن، وده عادي جدا ان انا يبقى عندي البارامترز بتاعتي اكتر من واحد، بس بنقول هنا كاوتبوت للفانكشن بيبقى variable واحد بس. ادينا هنا example برضه للكول، انا هاجي هنا هكتب اسم الفانكشن، هو بين قوسين هحط values اللي انا عايزها تطلع لي الانسر على طول، او ممكن اعمل لها كول في برنت اف، ممكن أعمل لها كول في سكريبت تاني وأباص الأرجمنتس بتاعتي بأكتوال بارامتر زي ما أنا عايز. دي كانت أهم جزئية في الشابتر ده اللي بنتكلم فيه على الفانكشن User Defined Function، إن هي عن طريقها إحنا كبروجرامر نقدر إن إحنا ننظم البرنامج بتاعنا ونقسمه لأجزاء، وكل جزئية نحطها في فانكشن لوحدها، نحط لها الهيدر بتاعها اسم يتناسب مع الفانكشناليتي بتاعتها، او يعني هي بتحسب ايه او بتقوم بايه، وجواها نحط الجمل اللي هينفذها عادي. ومادام فانكشن يبقى بتحسب حسبة، يبقى لازم في عندي output argument ببقى حاطط فيه الريزلت اللي انا عايزها.
الفانكشن بتاعتي لو عشان تحسب الحسبة دي محتاجة الارجومنتس، انبوت ارجومنتس نحطها ما بين القوسين، وزي ما بقول بأكد تاني ان الكود ده انا كتبته من عمره ما هيتنفذ الا لما اعمل له كود، اعمل له كود ان انا اروح في المكان اللي انا عايزه بقى ابتدي اكتب اسم الفانكشن، وبين قوسين احط الاكتوال بارامترز او الفاليوز الفعلية اللي هيبتدي هو ينفذ الكود بتاع الفانكشن دي عليها. وبدام فانكشن لما اجي اعمل لها كولينج لازم تكون في assignment statement بالشكل ده، علشان انا باجي اعمل قيمة فيبقى لازم اقول له القيمة دي هحطها فين، الا اذا كنت انا حطيتها مثلا في برنت اف زي كده، يبقى هو عارف ان القيمة دي هيحطها في المكان ده. بكده نكون خلصنا الشابتر 3 اللي هو كان بيتكلم على الفانكشنز، بس هنا بيتكلم انه في اللوكال فاريبل ده اللي هو لو انا عايز اعرف فاريبل جوه الفانكشن واستخدمها جوه هي بس، فدي برضو ممكن ان احنا نستخدمها، بنقول ان ده لوكال او ده يعني محل، يعني فاريبل في الجزئية دي السكوب بتاعه في الجزئية دي، وبره انا مش هستعمله، بره بمعنى في السكريبت اللي انا عملت له كود، يعني مثلا هو سمى هنا سيرفيس اريا، السيرفيس اريا بتاعتي هنا نبص كده على الكود ادي فانكشن و اوت البوست ودي ايكوال و اسم الفانكشن بتاعتي والبارامترز اهم 3، بيقول لي ان دي هتحسب لي الكوست بتاع كونستراكتنج الكلوزد سلندر، ويبقى الكول بتاعها على 3 بارامترز، والاوتبوت بتاعي او التوتال ده موجود او الريتيرن في الايه في التوتال كوست. طيب انا عندي الريديوس والهايد بالانش والكوست بالبير سكوير فوت، كل دي بيانات يعني ايه كومنتس يعني، بس بتشرح لي بعمل ايه، بس هي اول سطر اهو ادي الهيدر بتاع الفانكشن بتاعتي، وادي الكود او الجمله الكوماند اللي هتحسب لي السيرفس اريا بتساوي الكلام ده. يبقى انا هنا استخدمت ايه الاوتبوت، حطيته في حاجه اسمها سيرفس اريا، ما استخدمتوش على طول في الايه في الاوت كوست، وبعدين جيت بعد كده حسبت في السيرفيس اريا حسابات، ورحت في الاخر قلت ان الايه الاوت كوست بيساوي السيرفيس اريا في الايه الكوست. فدي كده معناها ان السيرفيس اريا ده فاريبل عادي جدا، بس انا عرفته في الايه جوه الفانكشن اللي اسمها اوت كوست. ما تجيش بقى في السكريبت اللي هنعمل فيه كول السلندر كوست دي واستخدم حاجه اسمها سيرفيس اريا، مش هيشوف هو ولا هيعرفه ويقول لي ما اعرفهاش. ده السكوب اللي بنقول عليه ان دي الفاريبل سيرفيس اريا دي لوكال فاريبل، يعني متغير محلي بس متعرف في المكان ده بس جوه الفانكشن دي بس، لكن بقيه الفانكشن عادي بنعمل لها كول وننفذها وهتنفذ وتحسب مفيش مشكله. عشان كده بنقول حاجة في حاجة اسمها سكوب أو فاريبل، يعني الحدود بتاعته هو مرئي فين، فكل اللوكال فاريبلز دي السكوب بتاعها بيبقى جوه المنطقة اللي هو اتعرف فيها واستخدمناها بس. يبقى لو أنا عندي سكريبت هنا تيست مثلا، وفي قال الإكس بتساوي كذا والواي بتساوي كذا والإيه، دول مرئيين هنا في الإيه في التيست، وجيت هنا قلت في فانكشن عندي أو بتساوي لوكال فانكشن، وجيت جواها حطيت اكس، الاكس التانية اللي جواها دي لوكال للايه للاوت. آخر حاجة عطيت أكتر في الفانكشن ده اللي هو إن إحنا إزاي نعمل ننفذ بعض الأوامر على الفانكشن زي الـtype مثلا، وإن إحنا نعمل لود للبيانات، ودي ليها علاقة بإن لو البيانات موجودة جوه فايل غالبا يعني مش هتوصل للمرحلة دي، عادة بنعمل input للفاريبلز عندي على طول. طيب يعني كده إحنا خلصنا الجزئية بتاعة الفانكشن، في أي سؤال؟ لا يا دكتور.